مرحبا بمان جيست، بيطلع عليكم بحلقة جديدة لليوم. واليوم ضيفتنا مات رفيدة منعم، تنحكي نحن وياها عن حملة بحب، هالحملة يلي هلأ دورة لازم يكون كبير، خاصة بزمن الميلاد، هالزمن يلي كلنا منتره من سنة لسنة تنساعد تنتساعد ندل واقفين على إجرينا، خاصة بهالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية اللي عم نعيشها. بس اليوم بحب بحاجة لدعمكم، قد ما كان صغير قد ما كان عطاءكم، يمكن تقولوا انه ما بيحرز، كل شيء بيحرز، كل شيء بيعمل فرق بحياة الناس يلي ضروري نساعدها، ضروري نكون حدا من أدوية، من أطعمة ومأكولات، من تبرعات، وأهم شيء من تياب. اليوم فدا ضيفتنا تنحكي اكثر عن بحب. اهلا وسهلا فيك. بونجور، كيفك؟ بونجورين، الحمد لله. وانت؟ الحمد لله. يعني بس نقول بحب، بنصير نقول قديش واحد بده يحب وبده يعطي من قلبه من حاجته بهالايام تيقدر يكون عن جد واقف حد الناس. حملة بحب بلشت بعد انفجار 4 آب وبعدها مستمره. ما بعرف هالعيد كيف بده يمرق على هالناس اللي تحت. بس ارجع اذكر بشغله، نحن بلشنا قبل الانفجار وزادت خدماتنا بعد الانفجار من وراء الوضع اللي صار. هلا نحن نرجع ناكد انه الناس اهم شيء ما من قاعدين بلا سقف يناموا تحته. عم نرجع كنا نعمل اسسمنت نتاكد انه في ناس صلحوا بيوتهم، واذا عايزون شيء تنكون عم نشوف اذا قادرين نلبيهم، وعم نرجع نوزع تياب وحرمات. هلا بلشنا نوزع، صرنا موزعين تقريبا ل 120 عائلة تياب وحرمات قبل الشتاء، ومكملين عنا بعد توزيع تياب وحرمات، وعم نوزع بعدنا كمان اكل وهايجين كيتس، كل شيء، ادوات تنظيف، شامبوان، جل دوش، مسح وغسيل، يعني كل شيء نقدر نأمنه، وأكل وأدوية، يعني قد ما عم نقدر صراحة. نحن مش عطول نوزع تياب، هلأ بهيدا بكريسماس عاملين كريسماس ماركت، فري كريسماس ماركت، وعم نوزع تياب وحرمات. بس نحن بالأساس عم نوزع كنا أكل وأكل وأدوية، ومن وراء كورونا والوضع العاطل صرنا عم نجرب ندعم كمان بأدوات التنظيف، يعني مثل إذا بدك إيباكس هايجين كيت بنسميها، بنحط فيها الأشياء الأساسية. حلو، مين عم بيدعمكم اليوم؟ ليك صراحة نحن من الناس وللناس، ما حدا بيدعمنا غير الناس. يعني هلأ نحن عم نبيع كوكيز مثلاً، عم ندعم شابين هن اسمهم سترينج كوكيز، عم يعملوا كوكيز ببيتهم، نحن عم نشتري منهم الكوكيز وعم نبيعهم. هن they are supporting بحب هول الشابين، وعم نبيع الكوكيز تنقدر نطلع شوية فاندز، تنقدر نشتري أدوية وأكل هلأ بهالفترة لنقدر نكفي. وغير هيك الناس يعني هن يا بيجيبوا لنا رز، إذا حدا بحب يتبرع بكم كيلو رز، بكم بعرف علبة تونة، هن بيسألونا نحن شو حابين، شو عايزين، عادة منفسر شو عايزين، بيجيبوا عزتنا، أو إذا بحبوا يتبرعوا بمصاري أي مبلغ عن جد بيكونوا بيسند. اليوم زمن العطاء، زمن الميلاد، كل سنة كنا نقول يعني السنة الجاية إن شاء الله بيكون أحسن، إن شاء الله الأيام تكون أحسن، ولا بحياتنا توقعنا نوصل على أيام نقول إنه هلأ هي أسوأ أيام عم نعيشها. بس بيظل كل هالسواد وبيظل كل هال إذا فينا نقول الضغط يلي عم نعيشه كأهل وكموظفين كناس عايشين بهالوطن، بدل رجائنا هو يسوع، هو العجيبة اللي رح عملها من فوق بولادته، لأنه عن جد لبنان ما بقى يخلص من كل هالمحن إلا بعجيبة من عند ربنا. صحيح الأيام عم تكون أصعب على الناس، عم يكون في تقل أكتر على كتافهم، خاصة الأهالي يلي ما بيعرفوا شو بده يقولوا للولاد بزمن العيد. وبعرف أنه في ولاد بيبقوا ناطرين لأنه بيكونوا محرومين كل السنة، بس بيجي عيد الميلاد تيعوض لهم أو تجيب لهم هدية تفرح لهم قلبهم. بتواجدك ببيروت في ده، شو عم بتشوفي؟ خبرينا. وقديه في عيال عن جد بحاجة لهيك نحط بسمة على وجه أولادهم أو بقلب أولادهم، لأنه الأولاد كمان ما زنبهم يمرقوا باللي عم يمرقوا فيه. لك في يعني كتير بزعل المشهد، أنه لما كنا عم نوزع تياب آخر مرة في كتير عيال بحاجة، كتير. يعني أنا ما توقعت أنه نكون عم نوصل لهالقد فقر، مع أنه أنا عندي داتا وبعرف قد في عيال نحن مسجلين عنا وعايزين نساعدهم، بس
ما بتتخيل لانه في ناس ما كانوا عايزين شيء، كانوا عايشين مسنودين، كانوا عايشين بيشتغلوا على قد حالهم تمام. لا في ناس كتير بحاجه، يعني اقل شغله بحاجه لها، وهذا الشيء كتير بزعل. نحن عم نجرب، نحن مش بس بحب، نحن كشعب عم نجرب نوقف حد بعض، وهذا الشيء بيرفع الراس من وقت الانفجار لليوم. عن جد هذا الشيء بيرفع الراس انه الشعب اللبناني اللي عم يعمله بس. ومنفهم انه كل الناس موجوعة وكل الناس محتاجة وكل الناس اليوم ايامة صعبة، بس صدقيني فلسر ارملة عن جد بيعمل فرق، لانه في ناس ما معهم، ما عندهم برادهم فاضي. وابشع شيء عن جد انكم تروحوا عبيت تفتحوا البراد وتلاقوه فاضي. وبعتقد اليوم اذا ناس بعد عندها برادات ببيروت، لانه كمان في كثير ناس خسرت فرش كثير كبير، يعني قسم كبير من الادوات الكهربائيه غير اللي فقعت واللي طارت بالانفجار. في ناس عن جد ما عندها براد، ما عندها مي، ما عندها كهرباء، ما عندها فرشة تتنام عليها، ما عندها مخدة. كتار منا بيقولوا انه نحنا كمان حالتنا عقدنا وتعبانة. صحيح معاشاتنا ما بقى عم تعمل شيء، ما بقى عم تعمل هالفرق اللي كانت تعمله اذا كنا نساعد، بس حتى لو بجزء صغير قادرين نتبرع فيه، ان كان بتياب، ان كان بمصاري، ان كان بحرمات، بحيلا شي دواء، اكل، منعمل فرق بحياة هالناس. عيد الميلاد السنة بغصة كبيرة جاية عن جد، وبحس هيدا أكتر عيد قريب ليسوع، قريب لطفل المغارة اللي خلق بمغارة بمزود بولا مظهر من الفخفخة واللوكس اللي كنا نعيشه كلبنانية، حتى لو ما كان معنا مصاري. كمان هيدا هون هيك بدي أقول أنت بارانتز، إنه كتار من الناس مش عم بيقدروا يتأقلموا بوضعهم، انه كانوا عايشين بطبقه معينه نزلت هالطبقه. التغيير كثير عم يجي، اجى كثير تغيير مفاجئ وكثير سريع، كثير كبير. يعني ما انه يعني بلشت تدهور القصص كثير بسرعه ورا بعضهم على الشعب، ما لحقنا نتاقلم. يمكن الناس ما لحقت تتاقلم تتبلش تلاقي حلول للمشاكل اللي عم نعيشهم. ومشكله ورا مشكله، المشكله ولا مشكله، ما مش انه اوكي وين ما كان في كورونا، وين ما كان في مشاكل، بس عنا نحن على طول توب بالطليعه بالطليعه. وللاسف اليوم لبنان اذا بتشوف الرانكينج عالميا، يعني هو من واصل، يعني ها يعني هلا بركي على 2021 نصير مثل فنزويلا. اول ما قالوا الناس هيك والمحللين الاقتصاديين وهيك، رح نضحكنا انه لا يا عمي وينكم، وين والدنيا بألف خير. بس اليوم من حياتنا يلي تغيرت، من الناس يلي فقدت شغلها، من هالتضخم يلي عم نعيشه بلبنان، ايه بتحسي حالك واصلة لمحل بعد أسوأ. بس بالرغم من هالسواد بدنا نضل نقول انه رح نجرب قد ما فينا نتساعد، قد ما بنقدر نساعد بعضنا. برجع بقول بحيالله شيء ممكن يطلبوه منا بحب، شو مطلوبكم هلا؟ اول شيء بس بحب اقول شغلة، انه ما انك كنت عم تحكي انه جاي الميلاد وهيدا الزمن اذا بدك كله هيك محبه وعطاء وامل، سو انا ما بعرف، بدي اتامل بهيدا بهالعيد، يعني اقول انه لا رح تجي ايام احسن، ورح يضل املنا كبير ان كان ببعضنا ولا بالبلد ولا بربنا، يعني بالنهايه اللي عنده مش عند حدا. صح. وانا بطلب من الناس انه عن جد حيلا شيء بيقدروا يكونوا عم بيساعدوا فيه، لو كيس رز، علبتين جبنه يلي هن بيقدروا يقدموا دواء منهم عايزينه، حرام قديم بحبوا يدفوا عيله ما عندها حرام، حيلا شيء بيقدروا يقدموه. نحن جاهزين انه نكون عم نساعد العيال، كل واحد حسب حاجته. في دا اليوم يلي بينزل على بيروت بعد 3 اشهر وكم يوم، بيشوف انه كانه بعدها مثل ما هي، يعني بعده مثل اول يوم انفجار، يعني بعد ما حدا طلع من الصدمه. حتى لو في بيوت ترممت، حتى لو في بيوت صار عندها ابواب وشبابيك، ما نقول اشياء ثانيه، قد ايه بعد في شغل ببيروت ترجع يعني الناس بس تكون عايشه ببيت طبيعي؟ هلا في كثير ناس ضبطوا بيوتهم، في كثير ناس تساعدوا كثير ليرجعوا بيوتهم، بس ما بدنا كتير. أنا بالنسبة لإلي مش بس بالحيطان وبالبنا وبالطرقات وبالبار، خسرنا كتير نحن، خسرنا كتير. اللي ما خسر خسر كتير. كيف اللي خسر؟ يعني اللي تأذى ماديا ومعنويا خسر كتير.
كيف خسر أرواح واللي ما تأذى لا ماديا ولا معنويا خسر كتير. يعني ما بعرف كيف بدنا نحصل خسارة وقديه بدنا لنطلع منها، لأنه الجرح منه هين. حتى لو يعني هي ما عم بتصير، ما عم نقدر نرمم، ما عم نقدر نرجع تعمر بيروت وتطلع مثل قبل، بأكيد بدنا وقت وإن شاء الله نرجع أحلى من قبل. بس بدها وقت يعني من بعد 3 أشهر وكم يوم بعد الجمعيات عم تنغل ببيروت، بعد المبادرات الخاصة موجودة، بعدهم الصبايا والشباب مثل بحب هال يعني الانسياتيف أو المبادرة اللي طلعت هيك عفوية وبحب حتى نساعد أهلنا. ناس عم تركض تتزبط وتحط شباك وتعمل سقف لما تشتت الدنيا عليهم، ومسؤوليننا بعدهم قاعدين على كراسيهم ما معهم خبر شيء، لا كأنه صار انفجار ولا كأنه راح 200 شهيد أو 200 قتيل، لأنه هودي مش شهداء وانتو قتلتون وانتو كنتوا عارفين. وللأسف بعد لا في خطة اقتصادية ولا انمائية ولا شيء خاصه بحياة الإنسان الطبيعي اللي عنده أدنى حقوق بآخر بلد بالعالم صاروا أفانسي. وبعتقد هون شفنا حملة تنمر من الصبايا، ما في إذا شفتيها، يلي كانوا يشتغلوا بالبيوت الأسيوبية يلي صاروا يبعتوا ورانا تروح نشتغل عندهم. بعتقد يعني أسوأ أيام عم نعيشها لبنان بكل النواحي، ووصلتونا لدرجة إنه حتى اللي كانوا يشتغلوا معنا ويساعدونا بالبيت عم يطلبونا نروح لعندهم، قد ما نازلين نزول، يعني نازلين مثل سيارة بمدينة الملاهي، هيدا الترانس سريع هلا بالنزلة الطيران يعني، وما حدا عم يحرك ساكن. انتوا رح تكونوا عم تتعشوا ليلة عيد الميلاد اطيب اكل بقصوركم، والاهل رح تكون قاعدة حاملة صور الناس يلي ماتوا وعم بيبكوا لانه خسروا احبائهم وما في شيء بيعوضهم. كونك محامية خلينا نحكي شوي هون، يعني ما في جنس الانسانية عند المسؤولين وعند الحكام وعند الناس اللي قاعدة على الكراسي، شو معقول ينعمل؟ ليك انا برايي يعني هي الحس الانسانيه والضمير، لو انت شو ما كنت وظيفتك وين ما كان موقعك هو منك وفيك. يعني اذا انت ما حسيت بهذا الشيء ما رح تعملي شيء، ما رح تغيري، ما رح تعملي باعمالك فرق. يعني لو بدها تشتي غيمت، يعني لو دولتنا رح تتغير بهالطقم كله، لو رح يصير في تغيير، لو رح نكون نحن نشهد على شيء جديد ظاهرة غير ما فيها فساد، فيها تطور، فيها. أنا بالنسبة لي لو بدها تصير صارت، صار لهم سنين 30 40 5 10 اللي هن ثلاثة كل. أنا بالنسبة لي كل حدا عنده موقع عنده وقت محدد يكون صح. فيه يعمل يعني دوره ويفل ويعطي غيره. ايه انه انا اليوم اذا انا ما بعرف شاف بمطبخ خلص صار عمري 60 سنة لازم تفل، ما في في ناس طلعوا نجحوا وتخرجوا دورهم. يعني ما هو البوزيشنز والمهن وكل شيء مفروض نحن الأجيال تكبر وبصير في المنتاليتي غير، التفكير غير، أفكار جديدة. بس أنا مثل ما أنا شايفة ما في غير ربنا بيقدر يعمل فرق صراحة. مشان هيك متكلين عليه بزمن عيد الميلاد، ومتكلين على الناس اللي قادرة بعدها تساعد من حاجاتها، من يعني من الأشياء اللي عندها إياها ببيوتها وقادرة تتخلى عنها، من كل هيك أم بتعرف شو يعني إنه أم تانية مش قادرة لا تلبس ولادها ولا تطعميهم، من حرقة باي يمكن خسر ابنه أو خسر بنته بهالانفجار المروع ومنه قادر لا يجيب شيء على البيت وخسارته كتير كبيرة ما بتتعوض، من كمان كل شخص قادر يعمل فرق بحياة هالناس تبرعوا بليز لبحب، إن كان مادياً أو إن كان بغراض ما نكون عايزينهم. والأهم هو التياب، الأدوية، يعني كلهم مهم، الأدوية مهمة، التياب مهمة، الأكل مهم، الدفع مهم. مش هيك نحن عم نجرب نأمن كل شيء أساسا، يعني هيدا هو السبب. يعني نقينا هود الكم شغلة لأنه هول ما فيك تكفي بليهم. صح 100%. في تبرعات من خارج لبنان عم بيكون في هيك؟ أجينا شوية تبرعات من خارج لبنان بظل أزمة الانفجار، الحمد لله يعني أجينا دعم، والجمعيات كمان عم تدعم بعضها. يعني نحن كنا بكذا فترة عم نتعاون مع جمعيات
نقدر نأمن أكل للمستفيدين اللي عنا والجمعيات اللي عم بيجيها زيادة تبرعات عم تدعمنا. فحمد لله. كم بيت عم بتغطوا تقريبا؟ صرنا مساعدين أكثر من 1300-1500 عائلة. حلو. هلا من الانفجار من أول ما بلشتوا؟ من شباط. حلو. ونحن كمان قادرين نساعدهم بفلس الأرملة مثل ما قلنا. ما تقولوا شو بتعمل ربطة الخبز فرق، بتعمل لأنه في ناس عم بتنيم ولادها بلا عشاء. ما تقولوا شو بتعمل هالبلوزة فرق أو هالحريم فرق، بلا بيعمل. في ناس ما عندهم تياب يلبسوها، خاصة يلي خسروا كل شيء بالانفجار. قبل ما نختم حلقتنا، شو أمنيتك بالعيد؟ أمنياتي صراحة بالعيد أنه نرجع كلنا، كل شخص موجوع إن كان جسدياً أو نفسياً، نرجع نعيش بسلام منتل، ويعني براسنا وبقلبنا يكون عنا شوية سلام نعيش فيه، لأنه هيدا بالنسبة لي أهم شيء. إن شاء الله يا رب ما يسرقوا هالسلام اللي بقى بقلوبنا، لأنه سرقوا كل شيء. شكراً لك فيدا من عام، عملوا فولو لبحب على فيسبوك وعلى إنستغرام حتى تدعمون، وبليز تواصلوا معه عبر هالصفحة حتى تتبرعوا بكل شيء قادرين تتبرعوا فيه. مرسي عن جديد. هيدي كانت حلقتنا اليوم. مرسي ليارا زكريا بيوتي سبيس ومحلة هارز بلو. بكرة حلقة جديدة، إلى اللقاء.